السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو رسميا من وزارة التربية قبل لحظات قالت أعزائنا الطلبة عملية الفحص والتدقيق لنتائج السادس الإعدادي لا زالت مستمرة لغاية الآن، ومن المؤمل أن تنتهي بنهاية الأسبوع، وسيحدد موعد للنشر بشكل مؤكد الأسبوع المقبل بإذن الله. طبعا وزارة التربية قالت عملية الفحص والتدقيق لا زالت مستمرة، يعني لحد هسه هاي اللحظة هم جاي يدققون، وعملية الفحص والتدقيق راح تنعلن نتائج السادس الإعدادي الأسبوع المقبل، يعني هذا خلص هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل إن شاء الله، فما حددوا يا يوم، يوم السبت الأحد، المهم بداية الأسبوع المقبل راح يحددون نتائج السادس الإعدادي، لكن ما قالوا يعني اعتيادي، هم راح ينزلون رابط واحد وننزله بقناتنا على التليجرام وننزله على اليوتيوب.